ايضا كاميرا الاشبال كانت موجوده مع فريق 2003 في ملاعب الناشئين. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراه، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. احنا فكرناهم بس بوعد اللي اعطانا بينا وبينهم، ان احنا كل ماتش لازم نطلع بثلاث نقط في الاول في الاخر، سواء عدينا بشكل كويس او ما عديناش بشكل كويس، اداء كويس مش كويس، لازم نطلع بثلاثه بوينت. فهم بين الشوطين قلنا لهم في ثلاثه بوينت عايزينهم باي طريقه. احنا من الشوط الاولاني كنا مستعجلين شويه على المكسب، لكن الحمد لله لما نزلنا هدينا شويه، بدانا نمسك الكره بشكل كويس، بنوصل بهدوء، الحمد لله ربنا كرمنا جبنا جول. وكان ممكن نجيب تاني وتالت، لكن الحمد لله كاتب ربنا هو اللي بيسير. لا طبعا هو يختلف، لكن مش يختلف كتير، ان كل الفرق دي اصلا كلهم كنا بنلعب مجموعه واحده معاهم، مع بعض كل ثلاث مجاميع كان مجموعه واحده، لكن بظروف اللي احنا بنمر بيه فخلوه يعملوا ثلاث مجاميع، هيفرق بشكل ان هو مرحله ثانيه، يبقى في شراسه اكتر. معظم الانديه اللي وصلوا يبقى في قوه، كل واحد بيلعب على البطوله بقوته بكل حاجه، فدي هتبقى مختلفه شويه. بس كابتن محمد شرف شغال معانا كويس، ومش من المدربين اللي ممكن نتيجه ماتش تاثر في اسلوب اللعب. احنا اسلوب اللعب واحد من اول ما بدانا الدوري، والحمد لله ده رابع ماتش نكسبه. هو كل الكلام كان معايا، كنت نازل انا وسمين كل الكلام، بس ان احنا كنا ننزل نمسك ونزق على قد ما نقدر، نحطهم في نص ملعبهم ونبدا نحط كره اكتر في ال 18 ونشكل خطوره، والحمد لله يعني ربنا وفق. الحمد لله طبعا على المكسب والثلاث نقط في مشوارنا للبطوله. احنا طبعا بنستعد من اول موسم، اللي احنا عندنا ثلاث مجاميع، مجموعتنا نحاول نصعد من اول عشان كابتن يدي فرص للناس وكده، واحنا بنستعد طبعا للدوري الاقوى اللي هو لما نصعد هيبقى فيه بطوله قويه ان شاء الله، نقدر نعمل حاجه كعاده النادي الاهلي ان شاء الله. والله احنا اثناء المباراه طبعا كان في شويه استعجال في الشوط الاولاني، عايزين نخلص الماتش بدري، خصوصا ان احنا بنلعب كل ثلاث ايام ماتش، فعايزين نريح نفسنا. بس الحمد لله يعني المكسب جه في الشوط الثاني، واللعيبه على قد المسؤوليه يعني، والحمد لله على الثلاثه بوينت. يعني دي تعليمات كابتن شرف، لما نزلت قال لي خليك دايما بين السردباكين، فالحمد لله زي ما هو قال لي الحمد لله اشتغلت، والحمد لله على الهدف الحمد لله حطيتها زي ما كابتن شرف وزي ما بنعملها في التمرين على طول. يعني السنه دي كابتن خالد بيبو بصراحه في تغييرات كتير في القطاع، ف كابتن مستر مايكل برضو معانا مغير لنا حاجات كتير في التمرينات وفي المحاضرات على طول قبل الماتشات، ففي تغيير الحمد لله السنه دي يعني تغيير ايجابي. وكابتن شرف على طول محاضرات واجتماعات قبل الماتشات وقبل التمرينات، واحنا الحمد لله بنحاول التمارين والحاجات اللي احنا بنعملها في التمارين بنحاول ننفذها في الملعب. يعني هو طبعا النادي ده كبير والنادي نفس اي حد يلعب فيه، والحمد لله اللي انا كنت معاهم في النهارده في الماتش، واديت بشكل زي ما كابتن شرف قال لي، والحمد لله على الثلاثه نقط، والحمد لله ان شاء الله الماتش السموحه اللي جاي لازم نكسبه، لان احنا الحمد لله لازم نصعد، والاهلي دايما بياخد البطوله، والحمد لله على الثلاثه نقط.